تتعلم على العلماء حتى تعرف الإسلام صحيحا. فالمتدينون كثيرون، ولكن اللي يتمسكون بالدين الصحيح قليل. انتبهوا لهذا، خذ النصوص واترك آراء الناس، لكن ستصبح غريبا بين الناس. اصبر، اصبر على دينك وعلى قول الحق، ولو حصل عليك ما حصل، أن تلزم طريق الرسول صلى الله عليه وسلم. ولو أصبحت غريبا بينهم اصبر على الغربة، اصبر على الغربة. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم.